الإمارات نروح، حيث انطلقت اليوم قمة المناخ بالإمارات في التي تجري طبعا في الإمارات، وهي COP28، وبتستضيفها مدينة دبي بدءا من اليوم الخميس 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023. وطبعا سلمت مصر اليوم رئاسة مؤتمر المناخ إلى دولة الإمارات، وبتحرص كمان على البناء على الزخم المحقق اللي كان موجود في مؤتمر المناخ COP27 اللي كان موجود في شرم الشيخ، والمخرجات والمبادرات الناتجة عن بيشارك طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية التي كانت في القمة، والتي يحضرها مشاركون من 198 دولة موقعة على الاتفاقية. للمزيد ينضم إلينا الآن من دبي الكاتب الصحفي خالد عمار، وهو المستشار الإعلامي ومؤسسة مصر الحلم للتنمية والتطوير لمواجهة التغيرات المناخية. مساء الخير أستاذ خالد. مساء النور، اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. يعني الحقيقه هي مسؤوليه كبيره جدا على دبي بعد نجاح COP27 في شرم الشيخ، كلمنا عن هذه المسؤوليه. الحقيقه يعني هبدا من حيث ما انتهيت حضرتك، وده يمكن تقريبا اللي قاله النهارده وزير الخارجيه المصري ووزيره البيئه المصريه اثناء تسليم القمه، وقال وزير الخارجيه المصري سفير سامح شكري لنظيره سلطان الجابر، وهو الرئيس المعين لمؤتمر المناخ في نسخته 28، وهو وزير الصناعه والتكنولوجيا المتقدمه في دوله الامارات العربيه المتحده، قال ان المهمه صعبه للغايه، وان مصر رغم ان هي سلمت المؤتمر قياده المؤتمر لدوله الامارات العربيه المتحده، الا ان هي هتستمر في دعمها الكامل والتنسيق الكامل مع دوله الامارات العربيه المتحده خلال العام الذي ستتولى فيه الإمارات رئاسة هذه القمة العالمية. وقالت أن مصر هتقدم كل الدعم والتنسيق، إضافة إلى أن مصر هتستمر في مبادراتها التي بدأتها منذ أعوام لمواجهة التغيرات المناخية، لأن طبعا زي ما قالت وزيرة البيئة أيضا أن الأمر صعب ولازم يتكاتف العالم كله لإيجاد حل سريع وناجز ولكل لأزمات التغيرات المناخية. لكن خليني اقول لحضرتك او نقف على بعض المشاهد اللي حصلت النهارده في اليوم الاول للقمه. زي ما حضرتك قلتي 198 دوله مشاركه، في اكثر من 70 الف شخص تواجدوا النهارده في اكسبو دبي، اكسبو 2020 على اطراف مدينه دبي، وانا متوقع ان يصل العدد ل 100 الف خلال فتره الكوب، وده عدد غير مسبوق في تاريخ الكوب. أكبر عدد شارك كان 60 ألف في مدينة شرم الشيخ في المؤتمر الماضي، لكن بنتكلم النهاردة على اليوم الأول على 70 ألف، ومن المتوقع أن يصل إلى 100 ألف. حال التنظيم كان فوق الرائع، المواصلات كانت كلها مجانية للمشاركين في الكوب، كان في كل مكان، في محطات المترو، في الأتوبيسات، في الشوارع، في الطرق، فيكسبوا موجود أفراد الأمن المتطوعين اللي بيسهلوا أو بيقدموا كل التسهيلات للمشاركين علشان يقوموا ب دورهم او يقدروا يشاركوا في المؤتمر. كمان وصل لعدد ان مش بس اكسبو او مكان المؤتمر كان طوابير موجوده فيه، لكن الشوارع نفسها بره كانت مليانه بالطوابير اللي كانت بتنتظر تسجيلها لدخول الكوب، وده امر ما حصلش قبل كده في تاريخ الكوب. لكن كمان كان في مشاهد اخرى، وهي الحديث والقضيه الفلسطينيه والعدوان على قطاع غزه. طبعا ده مش بس كان على المستوى الرسمي، زي ما وزير الخارجيه المصري السفير سامح شكري وقف دقيقه احداد على ارواح المدنيين وقال ان لازم يتوقف العدوان الغاشم على قطاع غزه، لكن كان في نشطاء من 350 جمعيه محليه وعالميه ارتدوا ممثليهم اليوم علم فلسطين والكوفيه الفلسطينيه، ونددوا بيه العدوان الغاشم على الاحتلال، وطلبوا العدوان الغاشم قبل الاحتلال، وطلبوا بيه فك الحصار بشكل سريع وعاجل عن قطاع غزة اللي المفروض طبعا من اكثر من 17 اكيد سنة. اكيد كلنا نتمنى اكيد ذلك، لكن خليني اسالك سؤال. يعني كاتبنا الصحفي خالد عمار اسالك سؤال، انه الحقيقه الكوب 27 في مصر يعني عمل نجاح ونقل هذا المؤتمر الى يعني منطقه مختلفه من حيث النتائج والمخرجات والافكار وايضا المشاركات الدوليه الكثيره اللي كانت موجوده الحقيقه في شرم الشيخ. هل ده بقى بيصعب الامور ايضا انه
لابد انه يكون في نجاحات كمان اكبر ويتبني عليها يعني ما تم في شرم الشيخ؟ ده سؤال في غاية الأهمية، لأن بالفعل النهاردة اتبنى على الإنجاز اللي أنا دايما بوصفه، إن مصر اقتنسته عنوة على عدد كبير من الدول اللي كانت رافضة تماما إقرار صندوق الخسائر وتعويضات الخسائر للدول النامية. خليني أقول لحضرتك إن في الكوبري اللي فات وأنا كنت موجود المفاوضات، رغم إن مصر مدت المؤتمر لمدة يومين، إلا أن المفاوضات فضلت موجودة صحيح لحد الصباح الباكر علشان تقدر المفاوض المصري يقتنص فكره او قرار انشاء صندوق تعويض او تعويض الخسائر للدول الناميه. النهارده في اليوم الاول اقرت الدول المشاركه ببدء تفعيل الصندوق وبدء مساعده الدول الناميه في مواجهه ازماتها اللي تسببت فيها الدول الصناعيه. وده الحقيقه قرار تاريخي يحسب لمصر ان هي اقتنست القرار والموافقه، ويحسب لدوله الامارات ولمصر ايضا ان في اليوم الاول فعلوا هذا الصندوق. علشان كده وصف القيادات الامم المتحده هذا القرار بانه تاريخي، وان ده اهم مؤتمر لمؤتمر المناخ من أكيد مؤتمر أكيد باريس 2015 اللي تم اقرار فيه تعويضات ب 100 مليار دولار ولم ينفذ منها اي شيء. كمان النهارده الوزير الاماراتي المعين لرئاسه مؤتمر المناخ في نسخته 28 قال ان دوله الامارات العربيه المتحده لن تترك الدول الناميه تواجه ازماتها لوحدها، وقال ان هم هيبداوا بضخ الاموال لمساعده دول الجنوب، لان لا يجب ان تظل هذه الدول تواجه ازماتها الاقتصاديه الطاحنه أكيد أكيد واللي حضرتك وتتحامل عليها. أكيد أكيد واللي حضرتك بتذكره أستاذ خالد بيأكد على إنه هذه المؤتمرات من نجاحها أن تبني على بعضها البعض النتائج اللي تم الحقيقة العمل عليها. طيب سؤالي الأخير لحضرتك، هل هناك أي اتفاقات قد توقع عليها مصر؟ هو من المفترض ان بكره ان شاء الله يبدا رؤساء وزعماء العالم في الحضور، وطبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل منذ قليل، ملك تشارلز موجود في الامارات ويحضر القمه ويقول كلمه، اعتذر بابا الفاتيكان عن الحضور لاسباب صحيه، لكن المفروض ان رؤساء العالم بكره يقولوا كلماتهم وطلباتهم في بشكل ملخص وسريع وبسيط عن رؤيتهم وطلباتهم وتوصياتهم. وخلال الأيام المقبلة بيبدأ المفاوضين من الدول المختلفة في التفاوض حول توقيع الاتفاقيات ووضع التوصيات لإقرارها في نهاية المؤتمر. الحقيقة في أمال كبيرة جدا معلقة على هذا المؤتمر، أن هو يكون أحد أهم المؤتمرات من بعد مؤتمر 2015 في باريس اللي أقر بتعويضات ال 100 مليار دولار. والحقيقة أن ده زي ما حضرتك قلتي، لولا مؤتمر شرم الشيخ ومؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ اللي اقتنس قرار صندوق التعويضات، ما كناش النهارده أكيد اعلنوا بشكل رسمي عن بدء تفعيل هذا الصندوق، وده انجاز كبير جدا 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 بيحتفل به كل المهتمين بهذا الشأن. أكيد عشان كده كل يعني حاطين امال كبيره جدا، مش احنا لوحدنا، كل المتخصصين أكيد قيادات الامم المتحده الصحفيين النهارده وهم بيتكلموا مع بعض في غرف المتخصصين الصحفيين والاعلاميين بيتكلموا ان القرار سريع جدا، انجاز كبير جدا يحسب لمصر ودوله الامارات العربيه المتحده. أكيد كل التوفيق لقمة المناخ المقامة الآن في دبي في الإمارات. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي خالد عمار المستشار الإعلامي لمؤسسة مصر الحلم للتنمية والتطوير لمواجهة التغيرات المناخية.